بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. حبايب طلاب بريبون، هاو ار يو توداي؟ اي هوب يو ار ذا بيست. توداي ان شاء الله هناخد كويك ريفيجن على منهج شهر اكتوبر. بيقول لي في كوشن 1، والله نمبر 1 بيقول لك جايب لك شويه اسئله تشوز، وبعد كده ندخل في اسئله الاس اي. بيقول لك 2 اوفر 7 ايكوال اكس اوفر 2 1، زين الاكس بكام؟ والله مستر بص، نص مشاكلك في الماس ان انت تعرف ده ليسون ايه. فده الليسون ده بتاعي. البروبورشن، فانا استفاد ان ده البروبورشن، يبقى الكروس ايكوال بعض. انت اهو كروس ايكوال بعض، مين اللي متوصل بعض؟ 2 تايمز 21 ديفايد باي 7، وهتشوف هتطلع كام؟ هتلاقيها طلعت ب 6، فهنا هتطلع كام؟ 6. طيب اللي بعد كده نمبر 2. الاول بس لو عايز يوصلك الجديد ويوصلك بقيه شرح الترم ان شاء الله، انزل تحت الفيديو اعمل لايك، ولو مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. واحب اقول لك ان احنا عدينا خلاص الجزء الصعب يونت 1، فيونت 1 ده يمكن اطول حاجه عندنا في الترم. بيقول لك if the real length is 90 meter، فده real length كويس، and the scale drawing، لا وادالك كمان السكيل drawing بكام؟ ب 1 over 10,000، فبيقول لك what's the length in the drawing in centimeter. ده لسون ايه؟ ولسون ده بتاعي. drawing scale. drawing scale بيجي ازاي؟ او السكيل drawing بيجي drawing للريل. طب انا مستر مديني دي كلها مع بعض، فده السكيل درونج، هتقوم كاتب 1 تو 10,000، وبعد كده هتقعد بس ال 90، ال 90 ده مين؟ الريل، فهيقعد تحت الريل، فاكيد هيطلب مين؟ اكيد هيطلب الدرونج. هو بيقول لك واتس ذا لينس ان ذا درونج، يبقى انت كده مقعد صح. فانا هقوم اعمل كروس، بس قبل ما اعمل كروس ال 90 دي بالايه؟ هو ال 1 ده الدرونج اكيد بالسنتيمتر، وده بالسنتيمتر زيه، لان الريشيو بتبقى زي بعض، وده بالمتر. فانا كل اللي انا هعمله هزود هنا 2 زيروز، لان انت عارف ان المتر بكام؟ ب 100، انت معمول كروس. مين اللي متوصل ببعضه؟ والله 1 تايمز 9000 ديفايد باي 10,000. مستر 3 زيروز دول مع 3 زيروز تبقى تطلع كام؟ تطلع 0.9، هتطلع 9 اوفر 10. 9 اوفر 10 كام؟ اللي هي 0.9 سنتيمتر. انت تاني، والله هو بيقول لك ان الرسمه دي اتصغرت 1 تو 1000، عمل لها مينيمايزيشن 1 تو 10,000، يعني اتصغرت 1000 مره. فبقول لك لو هي 90 متر تبقى كام سنتي؟ هتطلع 0.9، تطلع 0.9. كل اللي انت بتعمله بتاخد الريشيو اللي عندك ده بتحطها، والنمبر ده بتقعده. طب انا المتر بكام؟ ب 100، فانا ازود هنا 2 زيروز وتقوم اعمل كروس وخلاص. طب اللي بعد كده بيقول لك لو دي الـ A ودي الـ B سيت B، فبقول لك A يونيون B. يعني ايه يونيون؟ برافو، يونيون دي اللي هلم كله، تاخد اللي في الاي واخد اللي في البي. فانت هتكتب الاي زي ما هي 8 9 6، وبعد كده هاخد اللي في البي بس وزود ريبيتيشن من غير ما اتكرر، فتاخد. طب ال 6 كانت معايا مش فارقه خلاص، وعندك 7، مين اللي هي ديت؟ اهي. طب لو قال لك ايه انترسكت بي، وده سؤال هيجي لك في الامتحان، ايه انترسكت بي؟ الكومون، مين الكومون هنا وهنا؟ ال 6، فكنت اختار ال 6. لو قال لي ايه انترسكت بيه الكومن كنت اخترت ال 6، لكن يونيون هلم كله، واخد ده واخد ده بس وزود ريبيتيشن من غير ما اتكرر. ويتش اوف ذا فولوينج هاز ا بوزيتيف ساين؟ والله لو جاب لك سؤال تشوز او سؤال كومبليت وارقام حلو بالكالكوليتر، مش محتاج منك ان انا ستيب سن. والله كسبان 19 وخسران 26، يبقى خسران، فده هتطلع نيجاتيف. طب خسران 35 وكسبان 17، خسران نيجاتيف. خسران 25 ونيجاتيف 12 وخسران 12 خسران. طب كسبان 40 وخسران 18، لا دي اللي بوزيتيف، جربهم كلهم هتلاقي دي اللي هتطلع لك ببوزيتيف. اللي بعد كده واتس ذا ماثيماتيكال اكسبريشن اوف سبتراكتنج نيجاتيف 2 فروم الاكس؟ والله عايز ماثيماتيكال اكسبريشن، يعني هكتب مساله ماس، هكتب ماثيماتيكال سنتنس وزود ايكوال. تكتب مساله ماس ما فيهاش ايكوال، كل دول ما فيهمش ايكوال. فبقول لك ايه؟ اكيد السؤال ده احنا حطيناه غلط. ها تعالى بس نجاوب. بقول لك ايه الماثيماتيكال اكسبريشن؟ ها؟ سبتراكتنج نيجاتيف 2 فروم الاكس. والله سبتراكت تحط ساين، سبتراكت يعني ماينس. فاكيد السؤال ده فيه ماينس، يعني ده فولس. تعالى نكنسل الحاجات اللي انا مش عايزها. نيجاتيف 2 فروم الاكس. لما اقول لك مثلا هات ميه من البحر، يبقى مين الكبير؟ البحر اللي هاخد منه. فبقول لك خد سبتراكت نيجاتيف 2 فروم الاكس. يبقى مين الكبير؟ الاكس، لان الاكس دي اللي باخد منها، فاللي بعد فروم هو اللي كاتب، يبقى اكس وهنا نيجاتيف 2، يبقى اكس ماينس نيجاتيف 2. هل في اكس ماينس نيجاتيف 2؟ اكس ماينس نيجاتيف 2 لا،
طب اكس ماينس نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف تبقى بلس، يبقى هي المساله اللي احنا سيبناها. معلش احنا نتسرع، يبقى هي هنا واحده اكس بلس 2، يبقى هي تطلع لان ماينس نيجاتيف تعمل بلس. طب اللي بعده، اللي بعده بيقول لك ايه؟ ذا فيرست تيرم، عايز الفيرست تيرم، عند الفيرست تيرم و5 و10 و20. والله لو جيت اشوف هو ممكن واحد يقول لك ايه، والله 5 بقت 10 يبقى عملت مالتي بلاي 2، وال10 بقت 20 يبقى عملت مالتي بلاي 2، فانا اكيد ده هاف ال 5 اللي هو 2.5 هيطلع ب 2.5. واحد يقول لك هو دول بروبورشن، فيبقى البرودكت اوف مينز الاثنين اللي في النص مع بعض على مين؟ على الاثنين اللي على الطرف، ايكوال برودكت اوف اكستريمز. مين اللي على الطرف؟ توين مالتي بلاي حاجه، يبقى على توين، لان دي اللي عارف 5 تايمز 10 50 ديفايد 20 فتطلع بكام؟ ب 2.5. اعملها زي ما تعمل. واحد يقول لك اقعدهم تاني، يبقى ده على ده اوفر 5 ايكوال 10 اوفر 20، وبعد كده اعمل كروس 5 تايمز 10 ديفايد 20. ايه هي؟ عارف بس ده درس ايه؟ ان ذا سكيل درونج، في السكيل درونج ده والله هو انا فاهم ان هو ايه؟ كل خطوه بسيرتي، يعني الخطوه الاولانيه بسيرتي، يبقى كل سنت بسيرتي. لو مش 2 سنتيمتر يبقى ب 60، ها 3 سنتيمتر ب 90، 4 سنتيمتر ب 120، يبقى انا فاهم ان السنتي بسيرتي. فبقول لك and the distance between two cities is 3 سنتيمتر، لو هي مشت 3 سنتيمتر. طب ما انا فهمت ان السنتي ب 30 كيلومتر. يبقى مستر ال 3 سنتيمتر بكام؟ اه لو مشت 3 سنتيمتر يبقى هي بكام؟ ب 90. فهنا 90 كيلومتر. What's the real distance between them؟ كويس. If this is A و this is B، which expression express A intersect B؟ احنا قلنا union بتلم فيها كله، لكن ال intersect باخد الكومون. ايه الكومون هنا وهنا؟ اه مفيش الا السكس، يبقى هي السكس بس، انا اختار دي. اللي بعد كده بقول لك which of the following products has a negative sign؟ مين اللي في دول يطلع لك نيجاتيف؟ والله وانا بضرب عادي 3 تايمز 9 ب 27، ممكن اجربها بالكالكوليتر وتشوف مين اللي هيطلع لك نيجاتيف، ونيجاتيف تايمز نيجاتيف يعمل لك بوزيتيف، فده هتطلع ببوزيتيف. طب هنا في نيجاتيف 2 تايمز 5 ب 10 وهتطلع الساين بره، 0 تايمز اي حاجه ب 0، نيجاتيف تايمز نيجاتيف هيطلع لك بوزيتيف. مين اللي في دول نيجاتيف؟ والله البي. او جربها بالكالكوليتر وشوف، لو جاب لك سؤال تشوز او سؤال كومبليت عادي ممكن تحله بالكالكوليتر، مش محتاج خطوات. which of the following pairs of terms are like؟ مين اللي في دول like؟ امتى يكون الترمز اللي عندي like؟ مستر اه والله لو الاثنين، ها ببص في الالجبرا ببص على اللتر، فلو الاثنين لهم the same letter والسيم باور، نفس اللتر بنفس الباور، فهنا اكس باور 1 ودي اكس باور 2، يبقى لا هنا A وهنا B، لا اه هنا اكس وهنا اكس صح نفس اللتر، يبقى هي دي اكس باور 2 دي واي باور 2، لا لازم يكون نفس اللتر سيم لتر ويز ذا سيم باور، يعني نفس اللتر هنا اكس وهنا اكس، هنا باور 1 وهنا باور 1، اكس باور 2 اكس باور 2 نفس اللتر ونفس الباور. اقول لك مثلا انا معايا 3 ماركرز وانت معاك شبك، يبقى معاك ماركرز ازاي؟ معاك 5 ماركرز 4 ماركرز 8 ماركرز خسران 2 ماركرز نيجاتيف 2 اكس مثلا، المهم شبهي بنفس اللتر، المهم اللتر يبقى شبه بعض في الالجبرا، ركز على اللتر. انا معايا مثلا بنانز وانت معاك شبهي، معاك بنانز برضو، انا معايا اكس واي يبقى انت معاك اكس واي، الكوفيشنت مش هيفرق. بقول لك ذا فورس بروبورشنال، الفورس الرابع والله هنا 7 وهنا في 5 وهنا في 14 والفورس. طب ما انا واحد يقول لك البرودكت اوف مينز الاثنين اللي في النص ايكوال برودكت اوف اكستريمز، مين اللي متوصلين؟ 5 تايمز 14 ديفايد 7 هتطلع بكام؟ ب 10، هل في 10؟ اه. اللي بعد كده يا باشمهندس ذا لينس اوف اماب از 12 سنتيمتر والريل ب 7.2 كيلومتر، زين الدرونج سكيل، الدرونج سكيل هيجي ازاي؟ اه قلنا ريشيو بتوين مين؟ الدرونج والريل. طب يا مستر مين الدرونج؟ قلنا اماب ده الماب ده 12 سنتيمتر والريل 7.2 بس كيلومتر، استنى بقى ازاي هعمل ديفايد بين سنتيمتر وكيلومتر؟ لا فانا لازم افك الكيلومتر، تعالى اليونتس اللي عندك، والله عندي ملي سنتي ديسي متر كيلومتر، كيلومتر اهو سنتيمتر اهو، ديستانس دي فيها كام؟ زيرو، والله ده زيرو وزيرو ودول 3 يبقى ده 5، من كيلومتر لسنتيمتر اعرف ان هم 5 زيروز. طب انا لو حطيت 5 زيروز مستر كده 5 زيروز، بس البوينت دي خليتهم ما لهمش لازمه، فانا عامل للنمبر ده مالتبلاي 100000 او
البوينت افتر ديجيت، فالبوينت تاكل زيرو، البوينت دي تاكل زيرو من دول، فيطلع كام؟ هيطلع 12 اوفر 720,000. هتشوف 12 اوفر 720,000، 12 و 72 دول في تيبل ال 12، ال 12 فيها كام؟ 12 1 و 72 فيها كام؟ 6، وتنزل الزيرو زي ما هي، هيطلع 1 اوفر 60,000 اللي هي مين اهي. اعمل لهم ديفايد بس بالكالكوليتر، كل الفكره بس ان انت حولت الكيلومتر لسنتيمتر، هتقوم ماسك ده وعامل له ملتبلاي 100,000، هتبقى 12 اوفر 720,000، وتجيبها بالكالكوليتر كام؟ اللي بعد كده يا باشمهندس، لو دي سيت ايه؟ واتس ذا نمبر اوف سبست؟ سبست ست، انت فاهم يعني ايه ست؟ طب سب ستس اللي جواها، اما اقول لك مثلا سب واي طريق وانت بتطلع منه، بتطلع طرق منه، طب انا السب ستس لو عايز تكتبهم اصلا ايه السب ستس من دول؟ والله اول حاجه ما كنتش باخد حاجه، الفايل، بعد كده اخد كل اليمنت لوحده، الفايل لوحدها والسيفن لوحدها، بعد كده اخد التو اليمنتس مع بعض، الفايل والسيفن. طب انت عندك هنا هاو ميني سب ستس؟ طلعت كام واحده؟ 1 2 3 4، يبقى هما كام؟ 4. اهو مستر انا عندي رول بتقول لك ايه، 2 باور ان، لو انت عايز نمبر اوف سب سيتس 2 باور ان، مين هنا الان؟ نمبر اوف اليمنتس، فهنا الاليمنتس هنا كام؟ والله الاليمنتس هنا 2، هتبقى 2 باور 2، 2 باور 2 اللي هي بكام؟ ب 4. Which of the following equivalent to the subtraction operation؟ عادي ممكن واحد يقول لك اجيب دي بالكالكوليتور هتلاقيها طلعت كام؟ 3. مين اللي فضلت تجيب لك 3؟ اللي تجيب لي 3 نيجاتيف 5 بلس 8، خسران 5 وكسبان 8، هتقعد تجربهم كلهم هتلاقيها هي دي. ليه؟ لأن ماينس نيجاتيف ده هتعمل لك بلس، هتبقى نيجاتيف 5 بلس 8، هي دي. اللي بعد كده، which of the following equal to 5A؟ مين في دول هيجيب لي 5A؟ 5A؟ والله أصلا عشان أعمل لهم بلس لازم يكونوا لايك تيرمز شبه بعض، جمع حاجتين شكل بعض. هي هنا دي 3 و 2A، ده كونستانت وده لتر، فيه لتر يبقى لأ. ده برضه لأ. دول التو تيرمز دول فهم ايه؟ والله ما اقول لك تو ماركرز بلس 3 ماركرز، يبقى اكيد الانسر هيبقى 5 ماركرز، تو ايه بلس 3 يبقى نزل ايه؟ و2 بلس 3 كام؟ 5. فمين اللي جابت لي 5 ايه؟ هي سي. لكن دول ده كونستانت وده في فاريبل، ما ينفعش اعمل لهم بلس، لازم يكونوا لايك شكل بعض. اصلا عشان تعمل بلس لازم يكونوا الحاجتين زي بعض، انا معايا ماركرز وانت معاك ماركرز، تمام؟ اقول لك 4 بانانز بلس 3 بانانز يبقى 7 بانانا. لكن لما اقول لك 4 اورنج بلس 3 بانانز مثلا مش هينفع اعمل لهم بلس، فعشان اعمل بلس لازم يكون الايه؟ اللتر شبه بعض. ذا ثيرد تيرم، الثيرد عادي كروس هيبقى 7.5 تايمز 12، مين اللي متوصلين ببعض؟ 7.5 تايمز 12 اوفر 7، وتشوفها بكام بالكالكوليتر واكتبها لي تحت في الايه؟ في الانسر. اف ذا لينس اوف ذا رود، ها هركز على الدروينج سكيل، 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر يبقى ده الدروينج. If the length of a road in the drawing يبقى ده الدرون، and the real length is 1500 متر، استنى هو ده بالسنتي وده بالمتر، فالاول لازم افك بالمتر، المتر بكام؟ ب 100، فالاول ازود لده 2 زيروز. drawing scale، والله drawing scale الدرونج للريل، او اكتبها بصوره فراكشن، الدرونج هنا كام؟ 3، والريل هنا هذا 1500 وزود لها 2 زيروز. بالكالكوليتر بتاعتك 3 هنا فيها كام؟ 3 1، وهنا فيها كام؟ 5، فيطلع 1 اوفر 50,000 اللي هي من المستر دي. اف اكس بلونج للانترسكشن، الاكس موجوده في الانترسكشن بتاع دول، طب دي شكلها ملخبطه، هو مين الكومون هنا وهنا؟ يبقى انا ممكن اشيل دي كلها واحط 5. طب الاكس موجوده هنا جوه هنا، يبقى انا احط مكان الاكس كام عشان تبقى جوه؟ يبقى الاكس ب 5، فهنا اختار مين؟ 5. اكس بلس اكس بلس اكس، لما اقول لك ماركر بلس ماركر بلس ماركر يبقوا كام؟ 3 ماركر، فدول فهم اكس يبقى الانسر اكس، وهنا كام اكس؟ 1 و1 و1، ما اقول لك ده ماركر يعني 1 ماركر، فانا ما بكتبش 1، اقول لك هنا مثلا 1 تشير، مش بقول 1 تشير، تشير على طول، عايز شيبسي مثلا ما بقولش للراجل، او ايس كريم ما بقولوش هات لي 1 ايس كريم، ايس كريم على طول، فده اكس يعني كام؟ يعني 1 اكس، يعني هي قدامها 1 بس انا ما كتبتوش، فكلهم فهم اكس يبقى الانسر اكس. 1 بلس 1 بلس 1 تبقى كام؟ 3، يبقى هي 3 اكس. طب واحد يقول لي ليه ما طلعتش اكس باور 3؟ لان الباور بجيبه في الملتبلاي، لو قال لك اكس تايمز اكس تايمز اكس، والله ده باور 1 باور 1 باور 1، لو هي ملتبلاي بجمع الباور، فالباور ما بيجيش الا بالملتبلاي، لكن دي بلس فمش هتجيب لي باور. ممكن واحد يقول لك
والله هي ال 0.4 دي ملخبطاني، فاكتبها على الكالكوليتر هتلاقيها 36 اوفر اكس، ودي تطلع 2 اوفر 5، او تكتبها 4 اوفر 10 وبعد كده كروس 36 تايمز 5 ديفايد 2. طب اللي خلاها 4 اوفر 10 يبقى 36 تايمز 10 ديفايد 4، والله هتطلع نفس الانسر. شوف هتطلع كام اللي بعد كده، واكيد هنا هتطلع كام 90، لان ده للزن ده، يبقى اكيد ده برضه للزن ده، فهتطلع هنا كام 90. فانا ممكن اصلا اجيبها منتالي كده. بيقول لك اف ذا ريل لينث اوف انسكت، ثواني بقى، الريل لينث اوف انسكت ده الريل، وبقول لك ان ذا دروينج لينث افتر ماجنيفيكيشن، يعني بعد ما اتكبرت بقت 4.5 سنتي، يعني هي كانت بالملي بقت بالسنتي، يبقى هو كبرها. زين ذا ريشيو، الريشيو بتاعتك كام؟ السكيل دروينج هنا كام؟ والله السكيل دروينج، والله هو الدروينج للريل اسمه سكيل دروينج، يبقى الدروينج الاول. تتوقع يا باشمهندس واحد بيصور انسكت يبقى يكبرها ولا يصغرها؟ برافو، يبقى هو هيعمل لها انلارجمنت، هيكبرها، هيعمل لها ماكسمايزيشن، يعني اكيد الريشيو دي بادئه بكبير، لازم الدرونج يبقى اكبر. يعني مصر دي غلط ودي غلط، هو اكيد انسكت هيكبرها 15 ولا يكبر؟ اكيد كبرها 150. تعالى كده نتاكد، والله الاول هتظبط الريل 0.3 بس بالملي، وده 4.5 سنتي، فانا هفك الكبير. مين الكبير، السنت ولا الملي؟ لا السنت، السنت هخليه بالملي. السنت فيه كام ملي؟ 10. يبقى انا همسك ده اعمل له ملتي بلاي 10 الاول، 4.5 تايمز 10 بتبقى 45 ديفايد 3 تنس، 45 ديفايد 3 تنس هتطلع كام؟ 152. تاني هي دي انسكت، يبقى عشان يصورها بيكبرها، فانا كده مستر الدرونج سكيل هيبقى كبير ماكسمايزيشن، يا اما دي يا اما دي. طب ده سيبه زي ما هو وده زي ما هو، بس ده سنت وده ملي، هتظبط اليونت. فانا هفك السنت اعمل له تايمز 10 تبقى دي 45 ديفايد 0.3 تطلع كام؟ 151. بقول لك لو الانترسكشن، لو الكومون هنا عايزه 3، والله 3 هنا. طب احط مكان الاكس كام عشان تبقى 3 موجوده هنا وهنا؟ احط مكان الاكس 3، يبقى هي هنا مين؟ 3. اديتيف ايدنتيتي، اد بلس ايدنتيتي اللي ما بيغيرش في البلس مين؟ اللي هو مين؟ الزيرو. 5 ايه؟ والله عايز اعمل بلس، الاثنين فيهم ايه؟ بالكالكوليتر بقى كسبان 5 وخسران 3 يبقى 2. هل في 2؟ ذا سيرد بروبورشن، عادي السيرد هم 4 و12 والرقم اللي بدور عليه بال 18، يبقى الاثنين اللي في النص دول مع بعض واللي على الطرف مع بعض تبقى 4 تايمز 18 ديفايد 12، وتشوف هتطلع كام. اللي بعد كده بيقول لك لو الانترسكت هنا 2، يعني اللي موجود هنا وهنا الكومون هنا مين؟ ال 2، بحط مكان الاكس كام عشان تبقى 2 موجوده في الاثنين؟ يبقى الاكس ب 2. كويس، خسران 2 كسبان 6، شوفها بالكالكوليتر هتطلع كام؟ هتلاقي 4. قلت لك سؤال تشوز او كومبليت حله بالكالكوليتر، اف اكس ايكوال تو واي والواي ايكوال 15. طب انا استفاد ايه؟ اقول لك مثلا الماركر ده في ب 10 تستفاد ايه؟ ان لما لو عايز تشتري هات 10 وخده، وخده هات 10 وخده. طب انا هنا مستر لما تقابلك واي حط مكانها 15، طب الاكس تو واي، طب ما انا عارف اصلا يبقى الاكس دي بكام؟ طب ما الواي اصلا ب 15 يبقى التو واي بكام؟ يبقى الاكس ب 30، كنت تقول لي الاكس ب 30 على طول. فبقول لك هات الفاليو في اكس، الاكس هحط مكانها كام؟ 30 بلس الواي ب 15، اكررها مرتين تبقى 30 بلس 5، 30 بلس 30 60 بلس 5 تطلع 65. اللي بعد كده والله عايز بروبورشنال، الاثنين اللي في النص مع بعض والاكستريم، يبقى 5 ملتي بلاي 0.8 ديفايد 4، شوف هتطلع بكام. اف اكس بلونج، لو الاكس موجوده هنا مين في دول كانت بي اكس؟ ما ينفعش، عايزه ما ينفعش، فوالله التو موجوده، الثري هي اللي مش موجوده، الفايف بلونج، الايت بلونج، فمين الوحيده اللي ديفرنت؟ الثري. انترسكت الكومون، عايز اللي هنا وهنا الفايف، فالفايف هنا، فانا احط مكان الاكس كام عشان تبقى كومون؟ الاكس احط مكانها فايف، يبقى هتختار هنا 5. اللي بعد كده ابسولوت دي بكام؟ دي ب 5 بلس كام يجيب لك 0؟ امتى التو نمبرز البلس بتاعهم الصم يبقى بزيرو؟ لو هم اديتيف انفرس دي 5 يبقى عايزها نيجاتيف 5 عكسها. عايز تتاكد والله اكتبها على الكالكوليتر عادي، اكتب المساله دي على الكالكوليتر هتلاقيها طلعت بزيرو. اف 5 ايه ايكوال 7 بي، زين ايه اوفر بي، ايه اوفر بي راح من هنا لهنا، فقال لك لو انت رايح لحد من هنا لهنا
ما ترجعش فاضي. ما ترجعش فاضي يعني ايه؟ يعني خد حاجه وانت راجع. فناخد من 7 اوفر 5. طب لو عايز تعمل تشيك، طب ما نكروسه دول بكام 7 بي ودول كام 5 اي، فانت تلاقي 5 اي ايكوال 7 بي، يبقى هي 7 اوفر 5. اف اكس نوت بلونج، الاكس مش موجوده، ويتش اوف ذا فولون كان بي اكس، مين اللي في دول نوت بلونج مش موجود؟ ال1 ال1 موجود هنا، ال2 هي اللي نوت بلونج مش موجوده. طب ال3 بلونج، اللي لو حطيت 4 هتلاقيها بلونج، يبقى مين الوحيده اللي ديفرنت؟ ال2. ال2 هي اللي نوت بلونج، لو حطيت 2 هتلاقيها صح. دي هتعب الكالكوليتر وشوف هتطلع كام. اللي بعد كده، if the length of in the drawing is 2 سنتيمتر، ده الدرون بالسنتي، وحاول تظبط كله بالسنتي. طب الريل 6 متر، قلنا المتر بكام؟ ب 100، فنحط ال 2 زيرو. طب انت ملاحظ ايه؟ ان هي مينيمايزيشن، تصغير، فانا اقول له الدرون للريل اللي هي كام؟ 2 ديفايد 600، تطلع بكام؟ ب 1 تو 300. لو دي ايه؟ which of the following is correct؟ مين اللي في دور طول؟ والله مستر دي 6، يبقى بلونج دي غلط، المفروض سب 6. ودي 6 على براكت، يبقى المفروض برضه سب 6، يبقى دي برضه غلط. يا اما دي يا اما دي. هل ال 5 موجوده جوه الايه؟ طب ال 8 موجوده وال 5 موجوده، بس المفروض يقول لي سب 6 مش نوت سب 6، يبقى دي فولس، يبقى هي انا واحده؟ سي. الانترسكت الكومون عايز يبقى ال 5 وال 6، والله ال 5 اوريدي موجوده. طب ال 6 هنا، حط هنا كام؟ 6 عشان يبقى ال 5 وال 6، يبقى تختار 6. إف ذا سكيل درون، هو كاتب السكيل درون ده زي ما هو، اللي هي 1 تو 1000. ده الدرون وده الريل. فبقول لك اند ذا لينس ان ذا درون 2.5 سنتيمتر، ما دام ده بالسنت حل على طول. 2.5، أكيد هيسأل على مين؟ على الريل. بس بالمتر. الريل بالمتر، خلاص، اعمل مالتبلاي كروس. هيبقى 2.5 تايم 1000، 2.5 تايم 1000 اللي هي هتطلع بكام؟ هشيل 0 هيبقى 2500، بس بالسنتي. هو والله هيطلع بالسنتي، لان ده بالسنتي وده بالسنتي وده بالسنتي، فده بالسنتي عايزه بالمتر، كنسل 2 0 هتبقى كام؟ 25، يبقى هي هتطلع 25. اف بي سب 6 الاي، لو دي الاي والبي موجوده فيها، ويتش اوف ذا فورم كان بي ذا سيت بي، مين اللي في دول تنفع؟ والله الفور اوريدي موجوده، بس السكس لا. ال1 لا ما يكملش، ال4 هنا، ال3 لا ما يكملش. طب ال7 وال2 يبقى هي دي، دي تنفع بيه، تنفع سب 6. لو عايز تتاكد، انت لو عايز تجيب السب 6 تقطع دول، والله اخد ال5 بعد كده ال4 لوحدها، ال2 لوحدها، ال7 لوحدها، ال4 مع ال2 وال2 وال4 مع ال7 وال2 مع ال7، فانت ال2 مع ال7 هتلاقيها موجوده عادي. اللي بعد كده، والله دي 6 6، يبقى هتختار اللي فيها 6، دي فولس ودي فولس، يا سب 6 يا نوت سب 6. ال1 وبقول لك كاونت فروم 4 5 6 7 8 لغايه ال11، فال1 اوريدي موجود وال9 موجود، يبقى هتختار مين؟ سب 6. تعالى نروح على اسئله الكوبلي دي، تفهم من ايه؟ ده مالتي بلاي وعايز تعمل له بلس، دي مساله مالتي بلاي واحده وعايز في كام مسالتين، يبقى ده الديستريبيوتيف بروبرتي. فناخد الايه؟ اعمل لها مالتي بلاي في البي، وبعد كده اخد الاي اعمل لها تايمز في السي. فانت الاي ده ديستريبيوتيف بروبرتي، زي حد بيخبط كده كل اللي قاعد بيسمعه. فانا الاي اعمل لها ملتي بلاي في البي، والاي مره اعمل لها ملتي بلاي في السي، حولها لمساله بلس لمسالتين ملتي بلاي. طبعا ال7 اعمل لها بلس كام عشان تجيب لك زيرو؟ نيجاتيف 7. برافو. طب ايه بلونج للاكس؟ الاي موجوده في الست اكس، والاي بلونج للواي. يعني انا تخيل مثلا انا عندي ست اسمها اكس وعندك ست اسمها واي، والاي بلونج للاثنين، موجود هنا وموجود هنا، يبقى الاي بلونج لمين؟ موجوده فين؟ في الانترسكت، يبقى موجوده في الانترسكت. كويس. ذا فاليو اوف ذا اكسبريشن اف اكس ايكوال 1، قلت لك لو الماركر ده بتن تستفاد ايه؟ هات تن وخد. طب لو الاكس 1، يبقى انا هعمل ريبليس للاكس احطه مكانها 1. ممكن تجيب الكالكوليتور تكتب 4، تفتح براكت وتكتب 4 تايمز 1 ماينس 10، الفور اكررها مره واحده تبقى 4 ماينس 10، كسبان 4 وخسران 10، يبقى نيجاتيف 6. اي حاجه عايزها برسنت قلنا بتعمل ايه؟ تعمل لها ملتي بلاي 100. فانا اقوم ماسك ده واعمل له تايمز 100، اكتب 9 اوفر 25 تايمز 100، تطلع بكام يا باشمهندس؟ ب 36. طب عايز تتاكد، تقوم كاتب الجنب اليمين تجرب اجابتك، ما هم ايكوال. فانا ممكن اجرب ده، اكتب 36% 36 وشيفت وبراكت شمال، هتضغط وتضغط ايكوال، طلعت لك 9 اوفر 25.
نيجاتيف 9 هي نيجاتيف 9، يبقى عملت لها ايد كام؟ 0 73 اوفر 1000، اي حاجه عايزها برسنت، فتقوم كاتبها زي ما هي وتقوم عامل لها ملتبلاي كام؟ 100، تطلع بكام؟ التو زيروز دول مع التو زيروز فتطلع 7.3. طب عايز تعمل تشيك وتتاكد، تقوم كاتب الجنب اليمين ده على الكالكوليتور، اكتب 7.3 شيفت براكت واضغط ايه، هتلاقيها طلعت لك ده. ده ايه اللي ملاحظه؟ والله الفايف هي الفايف والسفن هي السفن، فانا احط هنا كام؟ نيجاتيف 8. طب ده فكرتها ايه؟ ان هو بيقول لك لو عندك 3 نمبرز اعمل ستارت بالفيرست 2 نمبرز او باللاست 2 نمبرز، اول اثنين او اخر اثنين مش هتفرق. دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاسوشيتيف بروبرتي. اللي بعد كده يا باشمهندس اكس انترسكت واي ايكوال 5، انترسكت يعني مفيش كومن، فانا عندي هنا مثلا اكس وعندي هنا واي مفيش كومن، يبقى هما ايه؟ تو سيتس دول ار ديس جوين بعيد عن بعض. ذا كونستانت تير، من هنا الكونستانت، كونستانت كونستانت ده اللي ما فيهوش لتر، لوحده كده قاعد لوحده الترم، قاعد نمبر قاعد في الترم لوحده ما فيهوش لتر، اللي هي هنا كان نيجاتيف 2. ولو مش فاهم الليسون ده ارجع للفيديو هتلاقيني حاططه لك على القناه. ده ان ذا فورم اي اوفر بي، هجيب الكالكوليتور واكتب 0.3 واضغط ايه، هتلاقيها جابتها لك بكام؟ ب 3 اوفر 10. اي اوفر بي يعني عايزها فراكشن. طب افرض ادالك ديسيمال، هتلاقي في بوتون مكتوب عليه اس دي، اضغط على الزرار اللي مكتوب عليه اس دي بيحول للديسيمال على طول. ذا مالتيبليكيتيف، مالتيبليكيتيف ايدنتيتي، مين اللي ما بيغيرش في المالتيبلاي؟ ال1. اللي بعد كده ذا نمبر اوف تيرمز ان الجبريك، النمبر اوف تيرمز بتجيب عدد الترمات ازاي؟ والله من البلس والماينس. ليه؟ لان انا بلس يعني حاجه وبزود عليها حاجه ثانيه، حاجه وبخبي منها حاجه ثانيه، فانت بتعرف من البلس والماينس، هو اصلا ما فيش بلس وماينس، يبقى كل ده ترم. هنا اف اكس سبست الواي، الاكس جوه الواي، الاكس سبست الواي موجوده جوه الواي، طب يبقى الانترسكت، هو الانترسكت باخد حاجه صغيره فناخد الاكس، طب اليونيون هتلم كله فانا كده اخدت مين؟ الواي. ذا لايك تيرم، لايك قلنا لايك يعني ايه؟ ذا لايك تيرمز اوف، ذا لايك تيرم اوف اكس واي باور 2، مين اللي شبه ده؟ بيكون نفس الليترز، نفس الليتر فيها اكس واي ونفس الباور، يعني الاكس عليها 1 والواي عليها باور 2، مين الاكس هنا اللي عليها 1؟ دي الاكس عليها 1 صح، الترم ده الاكس عليه 1 والواي عليها باور 2، يبقى هو ده. هنا الاكس عليها 1 والواي باور 1، لا هنا الواي هي اللي 1 والاكس باور 2، لا فمين هنا؟ يبقى اقول له واي باور 2 اكس، مين اللي لايك اللي ده شبهه بالظبط؟ يكون الاكس عليها 1 والواي عليها باور 2، الاكس ما عليهاش حاجه والواي عليها 2، والله هو ده الترم ده. فبقول لك ان ذا سيمبلست فورم، سيمبلست فورم يعني ايه؟ يعني خد اللي شكل بعضه، فانا مستر والله دي فيها بي ودي فيها بي، لما احطهم مع بعض هيبقى بي، وال 3 ماينس 2 1، بس انا ما بكتبش 1، دي ايه؟ ماركر على طول، فيطلع بي 5A ماينس 5A الاثنين فيهم A، و5 ماينس 5 ب 0، 0 A يعني ما فيش A، فمش هكتب برضه 0، يبقى هي كل ده هيطلع بكام؟ ب بي. اللي بعد كده يا باشمهندس اديتيف اد ايدنتيتي، مين اللي ما بيغيرش في البلس؟ في اي حاجه عامه الزيرو دي الابسولوت فاليو بتعمل ايه؟ بتشيل النيجاتيف، فدي بقت 42 ديفايد، دي كام؟ 7، 42 ديفايد 7 ب 6. ذا ريزلت الماينس بتاع سبتراكت، سبتراكت عملت ماينس حط ساين، ده فروم ده اقول لك خد ميه من البحر، يبقى مين الكبير؟ اللي بعد فروم، فهتبقى 7 اكس ونيجاتيف 8 اكس، ماينس نيجاتيف هتعمل لك بلس، طب الحاجتين فيهم اكس يبقى الانسر في اكس زيها، و7 بلس 8 بكام؟ 15، او 7 اكس ماينس نيجاتيف 8 اكس، والله دول فيهم اكس يبقى الانسر اكس، هتقوم جايب الكالكوليتور وكاتب 7 ماينس نيجاتيف 8 وتضغط ايكوال تلاقي جابت 15، فانت نزل اللتر وحل بالكالكوليتور. اديتيف انفيرس، في الاديتيف انفيرس بغير الساين، ده خسران 3.5 يبقى كسبان عكسه كسبان 3.5. طب في المالتيبليكيتيف انفيرس بعمل فليب، بشقلب حاجه واحده بس اللي بتعملها، يا بتغير الساين يا بتشقلب يا بتعمل فليب. في الاديتيف انفيرس بغير الساين عشان يبقوا شبه بعض، بغير بس الساين، يعني لو في فراكشن تسيبه زي ما هو بس غير الساين. طب في المالتيبليكيتيف انفيرس لا بعمل فليب، لا اب داون واللي داون اب، دي بالكالكوليتور شوفها. ذا الجبريك تيرم، الجبريك تيرم يعني في لتر، اف اد اللي بعد كده مالتيبليكيتيف انفيرس
هتقول لي مالتبليكيتيف انفرس بعمل الفليب، هو ده بكام اصلا؟ ده ب 8 اوفر 10، لما اعمل له فليب يبقى 10 اوفر 8. ممكن تكتب ده على الكالكوليتر يدي لك 4 اوفر 5، طب لما اعمل له فليب يبقى 5 اوفر 4، والله عادي هو ده هو ده، بس ده احسن لان سمبلست فورم. فانت تسال الكالكوليتر يا 0.8 بكام؟ هتقول لك ب 4 اوفر 5، فانا اعمل لها فليب. ذا نكست كويشن بقول لك اف ايه ايكوال 3، ايه اللي تستفاده لو الاي بي 3؟ لما تقابلك ايه حط اعمل لها ريبليس ب 3 والبي بنيجاتيف 2، فانا هنا 3 والاي احط مكانها 3 والبي احط مكانها نيجاتيف 2، طلع الساين بره 3 تايمز 3 9 تايمز 2 18، يبقى نيجاتيف 18. لو دي سب 6 دي يعني ايه سب 6؟ يعني موجودين، فال 3 هنا ودي عايزه تبقى موجوده هنا، فانا احط مكان الاكس كام؟ 5. ذا الجبريك تيرم اكسيد ده اكسيد ده، والله اكسيد يعني زياده. اقول لك انت مثلا زياده عن اخوك كام سنه؟ اقول لك ال 10 زياده عن ال 6 بكام؟ اه فبعمل ماينس، فانت فهمت ان ده ماينس. طب مين اللي يتكتب الاول؟ ده زياده، يبقى ده الاولاني نفس الترتيب، يبقى نيجاتيف 2 1 وهنا 2 1، والله الاثنين فوق 1. وهتجيب الكالكوليتر تكتب نيجاتيف 2 ماينس 2 تبقى بنيجاتيف 4، خسران 2 خسران 2 يبقى خسران 4. يعني ايه زياده بنيجاتيف 4 1؟ يعني هي اقل منها، بس يعني انا فهمت ما زياده نيجاتيف يعني، يعني اقل، بس لان ده اقل من ده. اكار يوزز 5 ليترز اوف بترول تو كفر الديستانس، عشان تمشي ديستانس كام؟ 40 كيلومتر. فبقول لك هاو ماتش بترول، يعني انا محتاج قد ايه كام لتر عشان امشي الديستانس دي. فانت فهمت ان انت عندك ايه؟ والله تقول له انا فهمت ان في حاجات باللتر وفي حاجات بالكيلومتر. قعد الارقام دي فينا 5 في قصادها كام؟ 40. طب انا محتاج كام لتر عشان كفر ديستانس 128 ستار وكروس؟ كل الفكره ان انت بتقعد هتبقى 5 وتشرح له جت ازاي 5 تايمز 128 لان ده سؤال السي مقال وتشوف طلعت بكام يا باشمهندس وخلاص. If an item price was reduced from 1500 ل 1200، والله رحت اشتري اي حاجه فعليها ديسكاونت من 1500 ل 1200، فبقول لك هات لي الريدكشن الريديوس ده كام؟ ديسكاونت ده كام؟ بس عايز مش عايز التخفيض ده، انا عايز الريدكشن ريت، يعني نسبته قد ايه؟ يعني الديسكاونت اللي انا قللته ده قد ايه من البرايس كله؟ فانا الاول هجيب له الريدكشن اقول له هي قلت قد ايه؟ دي سهل، والله هي كانت 1500 بقت 1200 تو زيروز تو زيروز و15 ماينس 12 كان ب 3، فهي قلت 300 باوند صح؟ طب 300 باوند ده الريت يعني قد ايه؟ فانا اقول له 300 قد ايه الفلوس كلها اوفر 1500 واعملها ملتبلاي 100 عشان تطلع بالبرسنت ريت، يعني عايز كام برسنت؟ والله التو زيروز دول مع التو زيروز دول وال 3 هاتها بالكالكوليتر، ال 3 فيها 1 وال 15 فيها كام؟ 3 5 100 ديفايد فيها 5 تطلع 20%، يعني هي اتخفضت كام؟ 20%. تاني انت تعرف الديسكاونت قد ايه تقوم عامل لهم ماينس. طب هو عايز الديسكاونت ريت، يعني الفلوس دي قد ايه اللي اتخفضت ده قد ايه من الفلوس كلها؟ فاقوم اخد ها الفلوس اللي طلعت اعمل لها ديفايد على الاوريجينال برايس على الفلوس الاصليه واعمل لهم ايه ملتبلاي 100 عشان احولها بالبرسنت ريت، يعني كام برسنت؟ ذا ريشيو بتوين تو نمبرز 2 تو 5، يعني انا عندي تو نمبرز 2 تو 5. اف ذا سمولر از 48 لو صغير يبقى ده السمولر، اكيد هيسال على مين؟ على الجريتست. فمستر كروس مين اللي متوصل؟ 48 تايمز 5 ديفايد 2 وتشوف هتطلع بكام، وانا متاكد اكيد هيطلع جريتر عن 48 لان السمولر 48. بقول لك في سالي لو السالي ايدج لو هي العمر بتاعها دلوقتي ناو اكس ييرز، وهي دلوقتي اكس ييرز انا ما اعرفش هي عندها قد ايه، فبقول لك سالز ايدج 5 ييرز اجو من 5 سنين فاتوا، والله هي دلوقتي لو اكس يبقى 5 ييرز اجو ايه؟ قلت هتقل، يبقى هي اكس ماينس 5. انا عمري مثلا دلوقتي مثلا 40 من 5 سنين يبقى كام؟ ماينس 5. انا عمري 20 ماينس 5. انا عمري 12 ماينس 5. عمري 13 5 years ago من 5 سنين هو minus 5. طب هي x years old now now x years x 5 years ago يبقى x minus 5 لان فهمت ان هي ده كبير دلوقتي هي كبير. بيقول لك if the real distance between real distance ها ده الريل، وبقول لك and the distance between them on the map يبقى ده الدرون. find the scale drawn، والله الدرون للريل drawing كام هنا 5، طب وكام 200 بس ده كيلو حوله الاول بالسنتي اه احط له 5 زيروز لانه قلنا من كيلو لسنتي دول 3 4 5 احط له 5 زيروز وبالكالكوليتر هتشوف طلع كام.
لا ما اعمل ديفايد بالكالكوليتور، هتلاقي ان هنا كام؟ والله هنا الفايف فيها 1 والتوين هنا فيها كام؟ 4. وازود الزيروز بقى اللي كانت ناقصه 1 2 3 4 5 6 فيطلع كام؟ 1 تو 4 مليون. يعني اتش سنتيمتر ايكوالز كام؟ 4 مليون سنتيمتر ان ريل. يعني كام برضه يا مستر؟ ما انا عارف ان الفايف زيروز دول بكام؟ بكيلو. يبقى هي كل سنتي يعملوا له 40 كيلو. طب اللي بعد كده بيقول لك اميل كوستز 150 باوند، يعني رحت اشتريت وجبه ب 150 باوند وعليها ديسكاونت كام؟ لا وعليها 18% ادد، يعني تزود عليها 18%، يبقى ثمنها هيزيد ولا هيقل؟ والله ثمنها هيزيد. فبقول لك واتس ذا ميل سيلز برايس، يبقى ثمنها كام؟ فانا اعرف ال 18% دول بكام، فانت هتقول لي الاد الفلوس اللي تزاد اللي هي 18% مالتبلاير 150 وتشوف هتطلع بكام بالكالكوليتور. بعد كده النمبر اللي يطلع ده هزوده على 150 بس وخلصنا. يبقى ده الفلوس الجديده. بقول لك اكسبريس واتس ذا بارامتر، عايز اعمل الاكسبريشن. بقول لك واتس ذا بارامتر اوف تراينجل، فانا فهمت ان انا عندي تراينجل اتس سايدز، والله ده ايه وده بي وده سي، فالبارامتر بيجي ازاي؟ والله بعمل له نص سم بقى اي بلس بي بلس سي، بس ده الاكسبريشن. هو عايز فورمولا عايز قانون، فانا هجيبه ازاي؟ والله هعمل لهم بلس يبقى ايه بلس بي بلس سي. اللي بعد كده ذا الفا تي في، والله في تي في افتر ديدكشن يعني عليه ديسكاونت كان كام؟ عليه ديسكاونت 16% بقى بكام؟ 12600. فبقول لك عايز البرايس اوف تي في بفور الديدكشن، يعني قبل التخفيض قبل الديسكاونت. فوالله اقول له انا فهمت ان انا في ديسكاونت وفي برايس بفور الديسكاونت وفي برايس افتر الديسكاونت. كل اللي انت هتعمله هتكمل طولين سطرين. طب انا في مين هتقعد طول ده؟ 16% ده مين؟ الديسكاونت. طب و 12600 ده الافتر، ده الفلوس بعد الديسكاونت، ده البرايس افتر الديسكاونت. كل الفكره يا مستر ان انا هكمل لاين من دول، هتحاول تكمل لاين. طب ثواني، والله هو عليه ديسكاونت 16%، هو عايز البرايس، يبقى اكيد ده عايز البرايس بفور الديدكشن، فانا اكيد مش هعمل حاجه في اللاين التاني، هحاول اكمل البرسنت. والله هو السعر البرايس بفور الديسكاونت كام؟ السعر بتاعه قبل الديسكاونت اكيد كان 100%، كانت الفلوس كام؟ طب عليها ديسكاونت 16 يبقى كام؟ يبقى 84%. مستر هتقوم اعمل كروس، هل ينفع اعمل كروس مثلا؟ هو انت عايز مين؟ عايز البيفور. البيفور تعملها مع الديسكاونت يعني اعمل كروس كده؟ ولا ده عارف ولا ده عارف، مش هينفع كروس. فناخد البيفور مع مين؟ مع الافتر. انسى اللي في النص ده خالص، اعمل كروس كبيره. مين بقى اللي متوصل ببعضه؟ والله 100% مالتبلاي النمبر ده 100% تايمز النمبر ده 12600 ديفايد كام؟ 84%. وشوف لو هتطلع بكام على الكالكوليتور. ممكن ما تكتبش البرسنت اصلا لان في برسنت فوق وبرسنت تحت يروح مع بعض. شوف لو هتطلع كام بالكالكوليتور. بيقول لك لو اف ست دي ايكوال ست دي، امتى التو سيتس يكونوا اور ايكوال؟ امتى مجموعة درس الماس تبقى هي مجموعة درس الساينس؟ لو اللي هنا هو اللي هنا، طب هما ايكوال؟ والله ال 6 هي 6 ايه تاني؟ وال 3 هي 3. فانت فهمت ان ال 7 دي تبقى مين؟ الاكس اخد من هناك مين؟ والله الاكس تختار مين؟ هتختار 5، يبقى الاكس 5. لان هتختار الواي ازاي؟ ما استفدتش حاجة، ما اعرفهمش. والواي هتاخد من هنا مين؟ حط مكانها 7 عشان يبقوا زي بعض. فالواي هتبقى ب 7. فبيقول لك ال y ماينس ال x، طب ما دي 7 ماينس 5 تطلع بكام؟ ب 2. فايند اول سبسيتس مجموعات سبسيتس اللي جواها. اول حاجه ال 5 مش هاخد حاجه، بعد كده ال 2 لوحدها، كل اليمنت لوحده، وال 3 لوحدها، وال 5 لوحدها، بعد كده اخد 2 اليمنتس مع بعض، يبقى مين؟ ال 2 وال 3، بعد كده ال 2 وال 5، بعد كده ال 3 وال 5. بعد كده يا باشمهندس والله خلاص ما عادش هاخد تو اليمنتس مع بعض، اخد بقى 3 اليمنتس اللي هم ال 2 وال 3 وال 5. هل في 3 اليمنتس كمان؟ لا مستر ما ينفعش اخد 3 كمان، يبقى انت اخرك كده يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. فدول هيطلعوا كام؟ 8. طب اخر سؤال هناخده، يوز بروبرتيز اوف اديشن. لو عايز احل المساله دي بسرعه هات ايه؟ والله مستر مين اللي ينفع؟ انا هجيب النيجاتيف 6 جنب ال 6. فانا اقول له انا هجيب النيجاتيف 6 جنب ال 6 هرتبهم الاول. الخطوه دي اسمها ايه؟ كوم يوتيتيف. طب بعد كده هكتبهم هم زي ما هم
بس احط براكتس على اللي انا عايزهم، انا بدلت عشان اخد دول مع بعض. يبقى السوشيدو. بعد كده يا باشمهندس والله دول بكام؟ دول بزيرو بلس النيجاتيف 13. زيرو بلس جبت الزيرو ده منين؟ اه لان كان في انفرس، فانا اقول له لان كان في اديتيف انفرس. بعد كده زيرو بلس اي حاجه بكام؟ اه يبقى نيجاتيف 13 زي ما هي. ليه؟ لان كان في ايدنتيتي. طيب لسنا بس في حاجه انا ما جيتش جنبها، اللي هو يقول لك يوز بروبرتيز اوف مالتيبليكيشن، استخدم خواص المالتيبلاي. لو قال لك مثلا 7 طيب مثلا 31 بلس 7 تايمز 60 بلس 7 تايمز 9. والله ايه اللي انا شايفه هنا؟ انا شايف مالتيبلاي وبلس ومالتيبلاي وبلس ومالتيبلاي. تسال نفسك مين الاقوى؟ المالتيبلاي، فناخد دول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض. ايه اللي انت شايفه هنا؟ والله بقول لك يوز ديستريبيوتيف بروبرتي، فانا شايف ال7 مكرره في كله، فانا ال7 هطلعها بره، والمالتبلاي كمان متكرر في كله، فانا هخليها مساله مالتبلاي واحده. ولم الباقي بقى هنا تكرر كام؟ 31 ها بلس 60 بلس 9. والله في مالتبلاي وبرانسيز، مين الاقوى؟ لا البرانسيز دول كلهم بكام؟ ب 100 و 7 زي ما هي. 7 تايمز 100 بكام؟ 700. بكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة شرفنا بالاشتراك في القناة. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.